انطلقت اليوم فعاليات مهرجان السماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، وذلك في دورته 16. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب لكي يطلعنا على انطلاقة هذا المهرجان. مستقبلا الشرق في الفجر، والغرب في الغسق، and the west is fulfilling the senses at dusk. ومرة أخرى ينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. محمد، هل لك أن تطلعنا على الأجواء لديك في انطلاق هذا المهرجان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يعني زملائي في الاستوديو، بعد التحية بالفعل أتواجد معكم الآن من قلب القاهرة التاريخية واللي بتحتضن واحد من أهم المهرجانات الدولية، وهو مهرجان السماع الدولي في يعني دورته 16. يمكن النهارده بنتكلم على أهم مهرجان خاص بالأناشيد الدينية والتواشيح الدينية، واللي بيشارك فيها أكثر من 30 فرقة على مستوى العالم. بنتكلم النهارده على أكثر من 30 فرقة جت للقاهرة التاريخية، طبعا لامتاع الجماهير المصرية والجماهير العربية اللي جاية تستمتع بهذا المهرجان الكبير والقوي. مهرجان سماع الدولي للأناشيد الدينية والتواشيح له أهمية كبيرة، واكتسب شعبية كبيرة خلال الفترة الماضية نظرا لما يقدمه طبعا من أغاني متفردة خاصة بالأغاني الدينية والتواشيح الدينية والتواشيح الخاصة بمدح النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا احنا يعني الجديد في هذا المهرجان هو التركيز بالتأكيد على الأغاني الروحية، خاصة نحن نتحدث عن اقتراب المولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير، وكل عام والأمة الإسلامية دائما بخير. التركيز على هذه على هذا النوع من التواشيح الدينيه لقى قبول كبير من المواطنين ومن الزائرين. يمكن خلفي يعني كما ترون الصوره يعني العديد من المواطنين في السور الشمالي للقاهره التاريخيه يمتلئ عن اخره، والذين حرصوا على ان يكونوا مستقبلا الشرق في الفجر، والغرب في الغسق. أشكرك شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.